عاجل جدا الجيش المصري ينتشر في 3 دول. ننشر لحضراتكم التفاصيل وتحرك عاجل من الرئيس السيسي الى جيبوتي. ننشر ايضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو ونبأ عاجل الجيش السوداني يوضح حقيقة وقوع اشتباكات مع اثيوبيا على الحدود. وورد منذ قليل القناة 11 الاسرائيلية تتحدث عن دور مصري جديد بين الكيان الصهيوني وحماس في مصر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية في واقعة الهزار بالكفن. وفي نبأ عاجل تعرف على حجم التبرعات الأمريكية للفلسطينيين. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده طبعا مهم إن شاء الله عشان تجيلكم فيديوهاتنا أول بأول، وعاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وتحرك عاجل من الرئيس السيسي إلى جيبوتي. ويزور الرئيس السيسي اليوم الخميس جمهورية جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيسها إسماعيل عمر جيلة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح إن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى جيبوتي، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية جيبوتية لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يساعد في تحقيق مصالح البلدين مصر وجيبوتي الشقيقين، ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بين البلدين. كما أنه من المقرر أن تشهد قمة المصرية الجيبوتية بحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لو ركزنا في موضوع إن هيبقى في تعزيز للعلاقات الأمنية والعسكرية، ويعني تذكرنا موقع جيبوتي على الخريطة. جيبوتي تقع يعني شرق إثيوبيا، تقع وتطل على البحر الأحمر، فيعني لما يبقى في تعزيز تعاون عسكري بين مصر وجيبوتي في المجال الأمني والعسكري، ده شيء هيبقى عظيم جدا. يعني أنا متحمس لهذه الاتفاقية، وهتكون ضربة قوية لإثيوبيا ولأبي أحمد المتعجرف. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر، وعاجل جدا الجيش المصري ينتشر في 3 دول. وينتشر الجيش المصري في 3 دول عربية للمشاركة في تدريبات ومناورات عسكرية في كل من السودان والإمارات وتونس. وتنوعت تلك التدريبات ما بين الجوية والبحرية والدفاع الجوي والبرية، حيث تختلف من حيث الأسلوب والتنفيذ. ويشارك الجيش المصري في السودان في التدريب المشترك حماة النيل بعناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية لقوات مسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة نسور النيل 1 ونسور النيل 2. وقوات المسلحة المصرية أعلنت في 21 مايو عن انطلاق فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3، والذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين. ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين، وتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة. في 19 من شهر مايو أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان لها عن انطلاق فعاليات التدريب البحري المشترك فونيكس إكسبريس 2021، والذي تبدأ فعالياته لعدة أيام بالمياه الإقليمية لدولة تونس بالبحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، مصر وتونس وأمريكا وبلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا
ومالطا والمملكة المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تساهم في تحقيق التجانس بين قوات الدول المشاركة، وعقد عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية والمؤتمرات التنسيقية بغرض توحيد المفاهيم في تعزيز الأمن البحري وتأمين خطوط المواصلات البحرية وأسلوب تنفيذ العمليات الاعتراضية بالبحر. المصدر معانا كان من صدى البلد. لو ركزنا في يعني التدريبات المشتركة بين مصر والسودان الآن، هنلاقيها باسم حماة النيل، يعني الاسم مش محتاج توضيح أو شرح، علينا فقط الاطمئنان والوثوق بالجيش المصري انه قادر على حماية النيل وحماية الامن المائي لمصر والشعب المصري العظيم باذن الله. طبعا اترك لحضراتكم التعليق، ونجد في هذا الامر او نجد في هذا الخبر ان الجيش المصري ينتشر في ثلاث دول تقريبا، يعني كل يوم مناورة مختلفة. ربنا ينصر الجيش المصري ان شاء الله. ننتقل لخبر اخر ونبأ عاجل. الجيش السوداني يوضح حقيقة وقوع اشتباكات مع إثيوبيا على الحدود. الجيش السوداني نفى الأنباء اللي يعني اتكلمت عن وقوع اشتباكات مع قوات الإثيوبية على الحدود الشرقية، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل منذ قليل. الجيش السوداني أضاف: قواتنا المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية. وللأسف فعلا تم نشر أمس من قناة العربية أن في خبر عاجل اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت بين الجيش السوداني والإثيوبي بمنطقة باشندة الحدودية. وسكاي نيوز طلعت ونفت هذه الأخبار، والأخبار دي مش صحيحة للأسف. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وورد منذ قليل القناة 11 الإسرائيلية تتحدث عن دور مصري جديد بين الكيان الصهيوني وحماس في مصر. قناة 11 الإسرائيلية أفادت أن مصر وجهت الدعوة للكيان الصهيوني وحركة حماس لإجراء مباحثات حول صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين. القناة الإسرائيلية ذكرت أن المباحثات تشمل أيضا التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع. القناة 11 الإسرائيلية أشارت أن كيان الصهيوني يشترط أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة. وضح أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار قطاع غزة مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين. القناة قالت ان ضابط مصري برتبة جنرال وصل الى كيان الصهيوني نهاية الاسبوع الماضي لمناقشة طرح مصر بشأن المباحثات، مبينة انه لم يتم تحديد موعدها بعد. المصدر معانا كان من صحيفة مكان، ويعني مصر بتدعو حماس وكيان الصهيوني لاجراء مباحثات تبادل الاسرى في مصر. يعني أتمنى إن شاء الله التوفيق لإخواتنا الفلسطينيين، وربنا ينصرنا إن شاء الله على أعدائنا بإذن الله. ننتقل لخبر آخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية في واقعة الهزار بالكفن. كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول خبر بعنوان على سبيل الهزار ولزوم اللقطة الحلوة، يتضمن صورة لشاب يضع صديق له داخل كفن خاص بالموتى في أحد المساجد بمحافظة المنيا. بالفحص أمكن تحديد صاحب الصورة المشار إليها، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة المنيا، وأن الواقعة قديمة والصورة المنشورة تم التقاطها منذ عدة سنوات بمعرفة المذكور وأصدقائه بغرض له، وقام أحدهم مؤخرا بنشرها على موقع فيسبوك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك. مصدر معانا كان من RT. طبعا يعني الهزار في الأمور دي بيبقى شيء سخيف، يعني ما ينفعش نهزر في الموت أو يعني نصور صحابنا وإحنا مكفنينهم، يعني الأمور دي بتبقى صعبة وسخيفة. يعني وجهة نظري بسيطة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وفي نبأ عاجل تعرف على حجم التبرعات الأمريكية للفلسطينيين. أمريكا أعلنت اعتزامها تقديم أكثر من 360 مليون دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني،
وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في بيان نشرته أنه سيتم تخصيص ما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التي تخصص لدعم عملياتها في الضفة الغربية وغزة، كما سيجرى تخصيص 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها في المجال الإنساني. وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن هذه المساعدات ستدعم المنظمات الإنسانية لتوفير المأوى في حالات الطوارئ والغذاء وكذلك مواد الإغاثة والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي لأولئك الذين عانوا من الصدمات النفسية. البيان أشار أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن خلال العمل مع كونغرس يعتزمان تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال السنة القادمة لدعم الإغاثة والإنعاش في الضفة الغربية وغزة. ولفت إلى أن هذا التمويل سيؤدي إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي. مصدر معانا من الموجز، نتمنى أيضا يعني الخير للشعب الفلسطيني العظيم. ننتقل لخبر آخر ومهم، ولحظة القبض على مسؤول كبير بدمياط أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة. أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة دمياط المصرية تمكنت من ضبط مسؤول كبير بشركة مياه الشرب بدمياط أثناء استلامه مبلغ 3 مليون جنيه مصري رشوة مالية. وكانت معلومات قد وردت لفرع الرقابة الإدارية حول اتفاق بين مسؤول كبير بشركة مياه الشرب بدمياط وأحد الأشخاص بالاستجابة لمطلبه مقابل رشوة مالية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المكالمات وضبط المتهم معه السيارة وبداخلها الرشوة المالية أمام أحد محلات الصرافة بمدينة دمياط حسب ما أفادت صحيفة المصري اليوم. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة وملابساتها. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، يعني تحية طيبة لهيئة الرقابة الإدارية ولكل مسؤول عنده ضمير شايف حاجة غلط وبيغيرها أو مسؤول عن تغيير الأخطاء ومحاسبة المجرمين في حق مصر أو في حق القانون وفي حق الشعب المصري، إنه يتلقى مبالغ مالية لتسهيل بعض النشاطات لشركة خاصة لتقوم بإدارة أعمال في دمياط. هذا الأمر يعني مرفوض تماما لدى الشعب المصري ومرفوض لدى المسؤولين اللي عندهم ضمير فعلا وبيحاربوا هذا الفكر السيء والخاطئ. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم البسيطة مصر ميديا اي بي. كان معكم عبد الله الفقير إسلام الأمير. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وأخبار جديدة بإذن الله. تحية طيبة لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج لأنه بيتعب معانا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.